بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة موضوعنا مختلف ومميز، لأن هنتكلم فيه عن حد من الزمن الجميل، الزمن الراقي، وهي الفنانة الجميلة ليلى مراد. مع شاب أحب الفن وتعمق فيه فاقترب من عالمهم، وحاول ان هو باحثا وراء تفاصيل حياتهم، يعرف حياتهم عامله ازاي، حياتهم التفاصيل اليوميه، حياتهم الشخصيه، حياتهم الفنيه. قدر يثبت ان هو واحد من اهم مؤرخين مصر، هو الفنان والمؤرخ استاذ معتز سعد. اهلا اهلا وسهلا. ابن بحضرتك دمياط طبعا، ما اقدرش طبعا. انسى. ابو دمياط دي ما شاء الله عليها، يعني خرجت فنانين. ربنا يخليك، نورتني. بنور حضرتك. اولا كده عايزين نتكلم على النشأة، ليلى مراد هي كانت اتولدت فين، والميلادها فين، والنشأة. اتولدت في مدينة اسكندرية يوم 17 فبراير 1918 في اسكندرية، في حي محرم بيك. وطبعا تأثرت بجو اسكندرية الجميل اللطيف، ومن هنا بدأت انطلاقة ليلى مراد ومولودها. والحمد لله قدرت اللي هي تثبت وجودها في السينما والمسرح والتلفزيون كنجمة من نجمات الزمن الجميل، اللي أفلامها كلها عايشة معانا لحد دلوقتي. تمام. مين اكتشفها؟ يعني السبب الاكتشاف الأول كان مين؟ والدها المطرب والملحن زكي مراد، طبعا هو كان مشهور جدا في الوقت ده، قدر اللي هو يغني وعمل أغاني جميلة جدا زي أغنية زوروني كل سنة مرة. اكتشف صوتها اللي هو كانت بتدندن مع نفسها، سمع صوتها اللي هو جميل، قدر اللي هو يستغله وقدمها في حفلات جميلة جدا على حسابه في وجه قبل كله. حفلات بقى كان يعني فرح، مولد، حاجات من اللي هي الخفيفه دي، وقدرت تشتهر بسرعه جدا. ومن هنا بدات بدايه ليلى مراد كمطربه ناشئه. من عمر قد ايه يعني هو اكتشفها وقدمها من عمر قد كان ايه؟ عندها زي 14 سنه، خرجت من المدرسه وتولاها والدها وعلمها، وابتدى اللي هو يحفظها الادوار القديمه للمطرب القديم الاستاذ عبد الحمولي، والحاجات القديمه بقى يا من توحشني يعني والتقطيع. هي شغلها فعليا من سن 14 سنة، أو 14 ابتدى سنة يقدمها من 14 سنة. ابتدت بالظبط. تظهر بعد قد إيه؟ اتعرفت واشتهرت بعديها بقد إيه؟ بعد فترة قليلة جدا اتعرفت بقى في وجه قبل كله، وابتدى الناس تسمعها وتجي لها مخصوص من أماكن بعيدة ومن قرى، من بني سويف للفيوم لأسوان للأقصر، كل المنطقة وجه قبل ده عرفوا جدا ليلى مراد، وبقوا يروحوا لها مخصوص في أي مكان بتكون بتغني فيه. البداية الحقيقة ليها كمطربة لما والدها عزم الاستاذ محمد عبد الوهاب عنده في البيت وقال له عايز اسمعك بنتي ليلى، غنت ليلى قدام الاستاذ محمد عبد الوهاب واعجب جدا بصوتها، وبسرعه مضى مع والدها عقد اسطوانات، ومفيش كام شهر حضر لفيلم يحيى الحب سنه 1938 واخراج الاستاذ محمد كريم. من هنا بدات انطلاقه ليلى مراد على شاشه السينما، ويعني اول ما ظهرت على طول على شاشه السينما دخلت قلوب كل الناس، لان كانت عندها صدق وعندها احساس عالي جدا، فوصلت لقلوب الناس بسرعه جدا جدا. يعني هي بدايتها في اول حاجه كمطربه وفنانه بالظبط. على طول ولحن لها الاستاذ محمد عبد الوهاب اول فيلم ليها يحيى الحب، جميع الاغاني كانت الحانه. طبعا ده يعني حاجه كبيره جدا ان الاستاذ محمد عبد الوهاب يلحن لمطربه ناشئه. ليه؟ لانه امن بصوتها وشاف ان صوتها كويس وان عندها موهبه حقيقيه. وهي ما شاء الله يعني حققت نجاحات عاليه جدا، لان كان معروف عنها ان هي الاعلى اجرا. ليه بقى اعلى اجرا؟ لان كانت افلامها بتتباع وبتتوزع من اول ما تمضي العقد، يعني لما الاستاذ توجو مزراحي قدمها في الافلام الدراميه اللي تحمل اسم ليلى، وهي الفنانه الوحيده في السينما المصريه اللي عملت سلسله افلام باسمها، ليلى ممطره، ليلى في الظلام، ليلى. فيلم ليلى ده نجح جدا، كان ماخوذ عن روايه غاده الكاميليا، نجح نجاح غير عادي. من هنا تربعت على عرش السينما المصريه والعربيه، وكانت يعني في قمه مجدها. فكان الدول العربيه، سوريا ولبنان وجميع الدول العربيه بيشتروا افلام ليلى مراد من أول قبل ما ما تتصور. تمضي بس العقد يقولوا احنا اشترينا فيلم ليلى مراد. فلذلك اصبحت اعلى اجرا وانجح افلامها، الافلام اللي قدمتها كلها. طب واكتر فيلم كان قريب لقلبها ايه؟ الحقيقه هم فيلمين. طبعا فيلم غزل البنات لانه اهم محطه في حياتها مع الفنان الفنيه، الكبير فريد شوقي طبعا. الفنان فريد شوقي والفنان نجيب الريحاني وانور الريحاني وردي ويوسف وهبي والاستاذ محمد عبد الوهاب، جميع الحان الفيلم كانت من الحانه، وقدم طبعا اغنيته الشهيره عاشق الروح. الفيلم ده كان سنه 1949. ليه حكايه الفيلم ده؟ مدام ليلى مراد كانت ساكنه
في نفس العماره اللي بيسكن فيها الاستاذ نجيب الريحاني في الدور ال 11 وهو في الدور السابع. ففي مره كانت راجعه من تصوير وهو راجع من المسرح فتقابله في الاسانسير، قال لها انا هطلع معاكي للدور ال 11، قالت له يشرفني اتفضل اشرب حاجه، قال لها لا انا بس عايز اقول لك كلمتين يا بنتي، نفسي اختم حياتي بفيلم معاكي، قالت له ده يشرفني ويسعدني. في الوقت ده كانت متزوجه من الاستاذ انور وجدي، فدخلت البيت بتقول له تصدق قابلت الاستاذ نجيب وقال لي كذا كذا، بس تفتكر ده هيكون دوره ايه في الفيلم؟ هو اكبر مني في السن، هيطلع بيحبني، هيطلع ايه دوره في الفيلم؟ قال لها لا ده شيء كويس، ده شيء انا هتصرف وهكتب قصه. والله تاني يوم على طول كان جايب الفكره بس، قال انا جبت فكره الفيلم وهنزل دلوقتي للاستاذ نجيب ونتفق ونتكلم. فعلا نزل على طول ليه والاستاذ نجيب رحب وجا الاستاذ بديع خيري كتب السيناريو والحوار وتقدم الفيلم الجميل العظيم ده ونجح نجاح غير عادي. بس للاسف الاستاذ نجيب ما شافش الفيلم لانه توفى قبل عرض الفيلم سنه 49. يعني اغنيه عاشق الروح دي ما كانش حضرها، اللي هو بيبتسم فيها والدموع في عينيه، مشهد عبقري من كلاسيكيات السينما المصريه. وحتى الاستاذ محمد عبد الوهاب ما دخلش اخذ اجر، دخل شريك في الانتاج لنجاح الفيلم وقوته. يعني مين هيجيب الارتست دول كلهم؟ الاستاذ يوسف وهبي، الاستاذ فريد شوقي، زينب صدقي، كلهم عمالقه في ادوارهم. والفيلم اللي يعتبر من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه حقيقي. طيب الفيلم الثاني شاطئ الغرام. الفيلم ده طبعا اتقدم فيه اغاني جميله وعايشه في قلوبنا، كفايه اغنيه رايداك والنبي رايداك دي. طبعا. يعني كانت الاول كانت هي اسمها عاوزاك والنبي عاوزاك، وبعدين هي مدام ليلى استتقلت كلمه عايزاك خلتها رايداك احسن طبعا. وبالفعل اتصورت في مرسى مطروح، ومن كتر نجاح الفيلم واعجاب الناس بيه مكان ما غنت اغنيه يا مسافر وناسي هواك كتبوا على المكان ده صخرة ليلى مراد. والحقيقة يعني هي كانت بتعتز بالفيلم ده لأنه فيلم رومانسي جميل محترم، قدمت فيه أغاني جميلة جدا جدا، وشاركها طبعا البطولة الفنان حسين صدقي والنجمة الكبيرة صديقتها تحية كاريوكا والفنان محسن سرحان. فكان فيلم نجح وأخرج الأستاذ الكبير بركات سنة 50. طيب حياتها، كلمنا شوية عن حياتها الخاصة كزوجة وكأم لطفلين منهم طبعا الفنان الكبير فطين عبد الوهاب. ابنها الكبير اسمه أشرف وجيه أفاظة، وبعد انفصالها عن والده تزوجت من الفنان والمخرج فطين عبد الوهاب وأنجبت الأستاذ الفنان زكي فطين عبد الوهاب. وطبعا الزوج الأول كان النجم الكبير أنور وجدي، وعملوا مع بعض ثنائي من أجمل ما يمكن طبعاً. أفلام استعراضية غنائية ضخمة، يعني كفاية مثلا لو حضرتك شفت فيلم قلب دليلي قمة الجمال والاستعراضات. هم ما شاء الله كان ثنائي جميل جدا جداً, جداً. وفيلم الكبير حبيب الروح، يعني بمناسبة فيلم حبيب الروح الفستان اللي لبسته ده اتكلف 400 جنيه سنة 50، ده مبلغ كبير جدا طبعا. هي كانت بتحب تلبس في غاية البساطة وفي غاية الشياكة وفي رقة وفي بساطة ومحتشمة برضه في نفس الوقت. فهي الحقيقة كانت موفقة أكتر في حياتها الفنية عن حياتها الشخصية. فبعد انفصالها عن الفنان أنور وجدي تزوجت من الأستاذ أشرف وجيه أباظة وانجبت ابنها اشرف، وبعدين تزوجت المخرج الكبير فاطين عبد الوهاب وانجبت الاستاذ زكي. وبعدين بقى ابتعدت فتره عن السينما لان انشغلت في البيت مع اولادها وكانت بتهتم بيهم وبتعتني بيهم، فمن هنا ابتعدت يعني 5 6 سنين. وبعد كده فكرت ترجع مره ثانيه للسينما، وحصل بقى ان هي للاسف راحت مؤسسه السينما عشان تقول لهم انا عايز ارجع مره تانية للافلام والشغل وللسينما. قابلها هناك الاستاذ عبد الحميد جوده الصحار، قال لها ده شيء يسعدنا يا مدام ليلى وجود حضرتك، وان الافلام الاستعراضيه الغنائيه ترجع مره تانية، احنا بس هنشوف القصه المناسبه لحضرتك والافلام والاستعراضات اللي هتناسب حضرتك وهنعمل لجنه وهنشوف ايه الروايه اللي تناسبك. عدى شهر واثنين وثلاثه ما حدش سال فيها، راحت تاني وخدت ميعاد قابلها حد كده. معانا اتصال من الفنانه الجميله رانيا فريد شوقي. مدام رانيا اتفضلي. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. اولا مبروك على مسرحيه الملك لير، ما شاء الله على النجاح. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يبارك فيكي، ربنا يخليكي. اتفضلي كلمينا بقى عن علاقة الفنان الكبير فريد شوقي بالفنانة ليلى مراد. بصي طبعا انا ما حضرتش العلاقة دي لان انا كنت لسه اتولدت. ايوه.
لكن اللي اقدر اقوله ان انا كنت اعرف طبعا ان هم كانوا على علاقة جيدة جدا، خصوصا ان بدايات بابا كانت مع انور وجدي يعني، فده ده اللي انا عارفاه يعني. ايوه هو كمان بابا اشتغل في فيلم غزل البنات وقلب دليلي، غزل ايوه البنات، صح يا كان مدام رانيا. يعني وقلبي دليلي وكذا حاجة معاهم يعني كدور ثالث، او وبعدين بقى مع أنور وجدي برضو كذا فيلم تانيين دور تاني وهكذا يعني. انا ما اعرفش بقى تفاصيل، لكن كل عارفاه ان كانت علاقتهم قوية. كانت علاقة هايلة يعني. واذكر ان مرة في المعمورة يعني كان ليها هي شاليه على البحر، معروف مكانه فين صح يعني. ايوه ده دي ذكرياتي عنها يعني، بس ما اعرفش بقى تفاصيل اخرى يعني. هو كان معروف ان هم علاقتهم قوية ببعض جدا يعني، وان هم في فيلمين قدموهم مع بعض، وده معروف في الوسط بصراحة يعني. أكيد طبعا. اكيد. حضرتك بقى تحبي تقولي ايه لاستاذ معتز سعد؟ لا والله معتز من الشباب الجمال جدا اللي مهتم قوي بالفن وتاريخ الفن، حقيقي ودايما بيدور ويطلع لنا بمفاجآت وحاجات حلوة، وده بيسعدني لأن يعني هو قليل قوي من الشباب اللي مهتم بزمن الفن الجميل بالتفاصيل صح. والصور والحكايات والقصص وكل ده. فطبعا انا بشكر معتز جدا أنا اللي جدا بشكر حضرتك وكذا جدا يا مدام رانيا والله على متابعتك وعلى إنك مهتمة بيا وبتشوفي الحاجات اللي بقدمها، ده شيء يسعدني جدا وشرف كبير قوي متابعة حضرتك ليا. لا والله معتز، ربنا يوفقك وان شاء الله كده يعني تفضل تمتعنا بالحاجات اللذيذة النادرة دي. ربنا يخليك يا مدام ربنا رانيا، يخليكي، وشكرا على اتصالك مدام رانيا معي. متشكر شكرا يا جدا. حبيبي. مع العفو، السلامة. مع السلامة. مدام رانيا طبعا لا مدام فنانة. رانيا من اكتر الناس اللي بتتابعنا على الفيس وبتشوف صور اللي بنزلها، وبجد هي بتشجعني دايما دايما تقول لي استمر، ودايما بتشوف صور بتنبهر بيها بتقول لي انت برافو عليك هي يعني، ما شاء فده الله شيء عليها بيسعدني فنانة جدا جميلة وانسانة وفنانة، رائعة ويعني جدا الواحد متابع كل أعمالها ما شاء الله عليها. بالظبط. ايه جميل، انت الموهبة دي جات لك منين ان انت تتابع التفاصيل اللي هي بتاعت كمان الفنانين الزمن الجميل؟ والله انا نشات في بيت كله بيحب الفن يعني، والدي والدتي اخواتي كلنا بنحب الفن وبنهتم بالفن. والدي باستمرار كان بياخدنا هنا المسرح القومي نتفرج على الروايات اللي بتتقدم، بنحضر حفلات الاستاذ عمر خيرت لان والدي بيحب جدا الموسيقى وبيتهوفن والحاجات دي دايما يحب يسمعها. انت لاقي دعم من البيت وتشجيع. جدا اكتر حد بيشجعني والدي الحقيقه يعني، ربنا ووالدتي يخليه لك. باستمرار معايا في اني يعني اطلع اكتر واظهر اكتر واتابع اكتر واقرا كتب، وليه صديق اسمه الاستاذ طاهر شلبي بيمدني بالكتب القديمه النادره ومجلات نادره واعداد تطلع قديمه منها الحاجات اقرا منها، لان حبي للفن هو مسيطر على حياتي كلها، انا كل حياتي فن يعني، في كل وقت بقرا عن الفن، في كل وقت بروح احضر عروض فنيه، السينما، الافلام القديمه كلها حتى النادره، رواد الفن بتوع زمان كلهم بقرا عنهم، ما شاء عزيزه الله. امير، فاطمه رشدي، حسن صدقي، كمال سليم، كل العمالقه بتوع زمان دول مؤسسين الفن سواء مسرح او سينما. فبدايه حبي للفن ان انا نشات في بيت فني كلهم بيحبوا الفن وبيهتموا بالفن وبيشجعوني كمان، اهم حاجه التشجيع ربنا طبعا. يوفقك، ربنا وانت ما شاء الله يخليك، عليك فعلا في حاجات نادرة كتير عندك، الواحد بيتابعك ما شاء الله ربنا عليك يخليك. يعني. طيب نرجع لليلى مراد. هي لما رجعت بقى وقالت ان انا عايزة ارجع تاني للفن بعد دي 5 سنين. حاولت مع مؤسسة السينما اكتر من مرة تروح ويقولوا لها نفس الكلام. معلش، هو يقال ان هي توقفت بسبب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. لا يا فندم دي مش صحيح، هي عشان غنت يعني للرئيس محمد محمد نجيب بس. نجيب. لا هقول لحضرتك على حاجه، هي ايام الاستاذ ايام الرئيس جمال عبد الناصر جمعت تبرعات في قطار الرحمه، خدت الخط بتاع وجه بحري كله تجمع تبرعات لتسليح الجيش، كانت بتركب عربيه مكشوفه ويشغلوا اغانيها وتلف في ميادين مصر كلها، ميدان الاوبرا، ميدان التحرير، مصر كلها عشان تجمع تبرعات لتسليح الجيش. فالنقطه دي مش مظبوطه، دي اشاعات بتطلع عليها. عايز اقول لحضرتك بقى لما راحت مؤسسه السينما قعدوا يطلعوا اشاعه برضو عليها ان هي بتبالغ في الاجر،
قالت لا يا جماعه انا موافقه على الاجر اللي تديهولي، بس ليا طلب واحد، اختار الاغاني اللي يلحنها الاستاذ محمد عبد الوهاب واي اجر انا موافقه عليه، بس في سبيل ان تعملوا قصه كويسه مناسبه ليا ومش هتكلم في اجر. عايز اقول لحضرتك على حاجه، اغنيه العيش والملح وباب الغفران اللي سجلتهم في الاذاعه المصريه في منتصف الستينات واواخر الستينات صرفت من جيبها، ده كانت بتدفع حق التسجيل وحق الملحن والمؤلف والفرقه. امال ليه كان بيقال عليها كده ان هي اعلى اجرا؟ اشاعات بقى بتطلع عليها اعلى اجرا في فتره، بس لما ابتعدت طلعوا عليها اشاعه ان هي عايزه برضه اعلى اجر، بس هي كانت كده قالوا توقفت. لا ما توقفتش. وبعدين قدرت اللي هي تعمل استضافها الاستاذ بليغ حمدي في برنامج اسمه جديد في جديد، وقدم لها الحان زي أغنية مثل جمال على حبايبنا وأغنية جاية تعاتبني وأنا زي ما اللي كتبها اللي لحنها أخوها المرحوم منير مراد، وأغانيها كانت دايما عايشة في قلوبنا. بس المشكلة إن ما كانش فيه دعم من مؤسسة السينما. كان عندهم يعملوا مثلا 3-4 أفلام سعرهم كويس، ولا إن يعملوا فيلم قيم عليه قيمة، وبس هي كانت بتتابع طيب الافلام. اقرب يعني كان صديقاتها مين؟ احنا معانا مديحه يسري معانا دلوقتي على الشاشه في تمام. صوره معاها مدام مديحه يسري كانت معاها من البدايات لحد اخر يوم في حياه ليلى مراد، كانت صديقه ليها، وكان برضو قريبه منها جدا الفنانه الكبيره زينب صدقي. دي تعتبر كانت اختها الانتيم، صاحبتها في قريبه كل حاجة. منها هي اللي مربيه اولادها اشرف وزكي. يعني كانت على طول على تواصل معاها. وعلى فكره هي كانت برضو مدام ليلى يعني مش منطويه قوي، بس ما كانتش تخرج كتير ولا تسهر كتير. وعايز اقول لحضرتك على حاجه غريبه، برغم ابتعادها عن السينما فتره طويله والاغاني والتلفزيون ما عملتش اي حاجه تلفزيونيه، الا ان كانت بتلاقي حب من الناس كتير جدا. لو خرجت بس تشتري حاجه او تروح اي مكان او في المعموره زي مدام رانيا ما قالت، الناس كانت بتتلم عليها وتسلم عليها وفاكرينها، برغم ان هي كانت بقى لها فتره مش بتشتغل. بعدت فتره انما كان حب هي الناس محبوبه ده يعني ما شاء الله عليها، يعني حتى الجيل الجديد ده بيحبها، لان كانت بتمثل وبتأدي وبتغني بصدق وبقلب، فبتدخل قلوب الناس حقيقي. معانا اتصال، معلش هرجع لك تاني. سماح اتفضلي. الو، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير حبيبتي، اتفضلي. انا حابه اسال بس استاذ معتز سؤال. استاذ معتز معاكي، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، الحمد لله. كنت بس معجبه بصراحه باللي حضرتك بتعمله، وبالرغم ان احنا سننا صغير، بس مع ذلك رجعتنا ذكريات كتير وعرفتنا معلومات كتير مهمه. بشكرك جدا. كنت عايزه بس اسال حضرتك حاجه، يعني ازاي برغم سنك الصغير ده وعندك موهبه حب الفن القديم ده؟ تمام. طيب ليكي سؤال تاني يا سماح؟ لا ميرسي قوي. ماشي اتفضلي. انا حبي للفن، السؤال ده هو هتلاقي ناس كتير قاعده دلوقتي يعني بتطرحه، ازاي يعني انا يعني سبحان الله حبيت قوي الفن القديم من قراءاتي عن الزمن ده والمجتمع ده، ازاي كانت الناس شيك، ازاي كانت الناس بتختار الكلمه. أيوة ازاي كان الفن هادف، لان الفن ده رساله وهدف، لازم اللي يتقدم يكون حاجه بتفيد صح. المجتمع يكون في رساله، يكون في توضيح، يكون في مشكله في المجتمع الفن بيحاول يعالجها. فده للاسف لقيته مش موجود قوي في الايام دي، موجود زمان في افلام زمان. افلام مثلا قيمه بتعد من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، زي فيلم العزيمه، زي فيلم غزل البنات، الافلام اللي هي الجميله الرومانسيه اللي فيها قصه وفيها هدف وفيها برضو اغاني واستعراضات وحاجات كويسه. فتاثرت معنا جدا. اتصال معلش. احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. انا بحب بس اصدع على اخويا وحبيبي معتز سعد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احمد طلبه معاك. حبيبي يا احمد ازيك عامل ايه؟ حبيبي احنا دايما بنتعلم منك. الله يخليك. وطبعا فاكر حابب اقول لك بس ان معتز ممثل شاطر جدا جدا جدا. ما شاء الله باين والله. انت تعرف معتز من امتى؟ معتز اعرفه من 3 سنين، كنت كنا عند المخرج فريد طبعا، كنا واخدين كورس تمثيل انا والاستاذ معتز. الله يخليك. فعلا كانت اجمل ايام واجمل ذكريات يا احمد، بجد ايام جميله، وان شاء الله تتكرر ونشوف بعض تاني ان شاء الله. احب اقول لك ان احنا اتعلمنا منه كتير جدا. ربنا يخليك. جدا 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 والله. تمام. علاقتكم بقى مستمره طول ال3 سنين دي مع بعض؟ طبعا طبعا الدفعه كلها طبعا، و كلنا اصدقاء واخوات ودايما بنتقابل ودايما بنتكلم، يعني هم اخواتي وانا بحبهم قوي كلهم حبايبي. ربنا يديم المحبه ما بينكم. ربنا يخليك. معانا
شاء الله. طبعا طبعا اخويا أيوه. وحبيبي والله ربنا يخليك طبعاً. شكرا انت هتحب تقول له ايه؟ احب اشكر قناه الصحه والجمال واحب اشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده مدام شاهين ده. ربنا يخليك ميرسي. وان شاء الله معتز مستقبله جاي ولسه وان شاء الله زي ما بقوله دايما زي ما كنا بنقعد احنا والضيف عند الاستاذ اكرم فريد ربنا يخليك اللي جاي لنا احلى باذن الله ان شاء الله باذن الله. الف شكر. شكرا على اتصالك استاذ احمد. احمد لا انا اصدقائي دايما يعني قريبين مني جدا وما بقدرش ان انا ابعد عن اصدقائي لان انا عايش باصدقائي وحبايبي واللي بيتابعوني وكل الناس يعني بحبها جدا يعني هي كل اهم حاجه بصراحه محبه الناس وانت ما شاء الله الناس كلها بتحبك. شكرا. وانا مبسوطه ان انا كنت معاك النهارده. اتكلمنا طبعا لو قعدنا حلقات نتكلم عن ليلى مراد. ليلى مراد توفت يوم 21 نوفمبر 1995 ومش زي الناس ما بتقول اللي هي توفت على الديانة اليهودية، لا هي كانت أسلمت وأشارت إسلامها على إيد الشيخ محمود أبو العينين وده مسجل سنة 1946 فدفنت في مصر. دي معلومة جميلة نختم بيها. أنا مبسوطة أن أنت كنت معنا النهاردة وإن شاء الله هنكون مع بعض تاني بإذن الله. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجعين تاني.